في بيان مشترك توج أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون بين المغرب وغينيا المنعقدة بالداخلة، أكدت غينيا موقفها الثابت والمستمر الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولمبادرة مخطط الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة باعتبارها الحل الموثوق والواقعي الوحيد لحل النزاع حول الصحراء المغربية. دعمنا سيظل كما هو دائما ثابتا ومستمرا، كما أثني على جهود الأمم المتحدة باعتبارها المخول الوحيد لإيجاد حل عملي للنزاع حول الصحراء المغربية. وخلال أشغال اللجنة أثنى وزير الخارجية الغيني بالمناسبة على سياسة جلالة الملك، فيما أكد وزير الخارجية ناصر بوريطة تميز العلاقات بين البلدين وتطابقها على مستوى الرؤى والمواقف. أود في البداية أن أذكر بجودة وتميز العلاقات الثنائية القائمة على الصداقة الصادقة وعلى الشراكة الحقيقية، وهي علاقات تعززت وتطورت في السنين الأخيرة، وطبعها التفاهم الجيد وتوافق المواقف بين قيادتي البلدين. وقد شهدت أشغال اللجنة التوقيع على 8 اتفاقيات ومذكرة تفاهم وتعاون تهم الجانب الأمني ومجال النقل الدولي ومجال الهيدروكربورات، كما همت الاتفاقيات مجالات حماية المستهلك والتعاون المتبادل في المجال الثقافي، فضلا عن التعاون في مجال التكوين المهني. هذا واتفق الجانبان على تنظيم أشغال الدورة الثامنة للجنة المشتركة للتعاون بكوناكري في موعد سيتم تحديده باتفاق مشترك عبر القنوات الدبلوماسية.